اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مصاريف قيمه ماليه قليله، اعتقد ان يكون زيرو كمان، ولكن فكر طهوي كبير قوي بنقدمه لحضراتكم النهارده عشان بنحبكم. النهارده هنعمل كبد الفراخ مافن، هنشوف نعمله ازاي مع دبس الرمان. كلنا عندنا كبد الفراخ موجوده في الثلاجه، يا اما شارين فراخ وبنحوش الكبد، وده كان الكلام ده زمان. ممكن نروح على اي بقال دلوقتي ولا اي حد بتاع فراخ هنجيب نص كيلو كبد فراخ، هنعملها النهارده مافن بطريقه الخاصه وحاجه جديده الاولاد يحبوها، لان دايما بيحبوا المافن بالشوكولاته، مافن بالدجاج، مافن بالخضار وهكذا. فنشوف ازاي نعمله بكبد الفراخ ونخلص من الزفاره بتاعتها ونسلقها ازاي ونقدمها لحضراتكم بفكر طهوي جديد. معانا سباكيت النهارده هقدمها لحضراتكم بالمشروم. المشروم غني جدا بالبروتين النباتي، مش لازم نعمل سباكيت نجرسكو بالدجاج او باللحمه المفرومه اللي هو صوص بولونيز، لا هنعملها النهارده بالمشروم مع الوايت صوص والجبنه، برضو قيمه غذائيه عاليه جدا ومفيده جدا للاطفال وكبار السن. معانا كمان المربى النهارده هنعملها فطاير بالجبنه، ومدرسه جديده ان احنا نضيف المربى مع نوع من انواع الجبنه قليل الملح زي الجبنه العكاوي لما بنغسلها ونخلص من الملح بتاعها، او الموزاريلا. الفكر الطهوي الكتير هنا ان احنا ازاي نقلي الفطاير بتاعتنا في قلب الزيت وما تشربش زيت مننا ولا الجبنه تفك في قلب الزيت، يعني هي كده ايه حزوره. هنشوف نعملها مع بعض ازاي النهارده. فكر طهو كتير قليل القيمه الماليه او المصاريف، بسيطه جدا، ولكن عايزك تبقى في المطبخ فاهمه كل حاجه وعارفه انت بتعملي ايه، وده مهم جدا ان انت تقدري انك باقل مصاريف باقل تكلفه ماليه تعملي طبق جديد لاولادك وفكر طهو جديد. هو ده هدف وعنوان الحلقه بتاعت النهارده. اوعى تروحوا بيت، تابعوني بعد الفصل. ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل مع شويه سباكيتي، حاجات بسيطه يعني، كيس سباكيتي كده، ومعانا جبنه. الجبنه دي جبنه مطبوخه او جبنه مثلثات موجوده عندك، في انواع جبن كتير تقدري تستخدميها غير الموزاريلا وغير الشيدر دون ذكر المسميات. ومعانا مشروم، حلو الكلام، ومعانا معلقتين دقيق ومعلقتين من الزبده، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل عشان نعمل الوايت صوص الخفيف اللي احنا هنضيفه على الجبنه بعد كده، يبقى عندنا قوام لطيف حلو. المكرونه تطلع ثلاث ارباع سوا بميه المكرونه تكمل سواها جوه الصلصه. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلو قوي، انا بيعجبني قوي على فكره الحلقه لما تكون فيها ماتيريال قليل جدا ومش مكلف، واقدر ان انا استعرض الخبره الطهويه اللي احنا اتعلمناها. حلو الكلام؟ اهو معايا مشروم طازه. طب يا شيف مغازي مفيش في المنطقه، تجيب مشروم علب عادي. شفتوا المشروم حتى واحنا بنقطعه شكله حلو لطيف ازاي؟ اهو لازم يتقطع بالشكل ده كده. اهو طبعا ده احنا مش هنستخدمه دلوقتي لسه، بس انا حابب كده اقطعه مع حضراتكم علشان اشوقكم لشكله. عجبني على فكره، ده الموسم بتاعه دلوقتي، بتلاقيه عند الراجل بتاع الفاكهه، سعره قليل جدا. المشروم بروتين نباتي غني جدا، امن، مفيش منه مشاكل، تقدري تعمليه سلطه، تقدري تخليه في اطباق كتيره، في حشوات كتيره، تقدري تعمليه شوربه. بيشارك دايما الفراخ شوربه المشروم بالكريمه، حاجه لطيفه وحلوه. ده المشروم جاهز زي الفل. هاخد المكرونه دي كالعاده بتتسلق في ماء مغلي. اخبار الميه هنا ونحط عليها شويه زيت وشويه ملح، ده الطبيعي الف باء مطبخ. عشان نسلق مكرونه لازم تكون الميه بتغلي على النار، اوعي تحطي في حياتك اتعلميها كده، اوعي تسلقي مكرونه في ميه بارده، يعني الميه حطيتيها على النار مش لحمه هي ولا فراخ، لازم الميه تشوفيها بعينك بتغلي وصلت لدرجه الغليان، بتحطي معلقه زيت وشويه ملح. سامحوني معلش، انا يمكن بتكلم في حاجات صغيره بالنسبه للناس يعني محترفه مطبخ بتشوفني دلوقتي، او ست بيت شاطره في المطبخ تقول ما الطبيعي ده. لغايه دلوقتي بنص المكرونه بتعجن مننا، بتتكسر مننا، بتبقى سليمه زي اللي معايا دي كده. انا عايز المكرونه السباكيتي لما اسلقها تبقى لطيفه وحلوه وماسكه نفسها وما تتقطعش مني. انا حطيت دلوقتي شويه بهارات كده ومع الملح والفلفل علشان انا اعملها بالوايت صوص، مش عايز احط فلفل اسود مع الوايت صوص بتاعي عشان لونه ما يتغيرش. واخد المكرونه زي ما هي كده، وزي مش هكسرها، زي ما هي كده هحطها في قلب الزيت. اهو بس خلاص، كل ما تغلي كل ما هتلاقي المكرونه دي نزلت في قلب المصفى. حلو الكلام.
تعالوا نعمل الصوص بتاعنا واحنا شغالين كده مع بعض. حلو الكلام. لازم نعمل ايه يا عم الشيف؟ ايه النار راحت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب طبعا عشان اعمل الوايت صوص بتاعي لازم يكون عندي بشاميل. البشاميل ده عباره عن دقيق وزبده وحليب، بياخد بشره جوز الطيب، ده الطبيعي. وتقدر تعمل الوايت صوص بالسمنه او بالزبده، هو معانا جاهز زي الفل اهو. ده وايت صوص او بشاميل تقيل موجود معانا اهو، هخليه على جنب كده. وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل الصلصه بتاعتنا. طاسه على النار، حلو قوي. بنحط يا عم الشيف معلقة زبدة صغيرة، حلو، وبصلاية ناعمة مفرومة عشان أجهزها، مع فص توم حلو. وأنا عايز هنا البصلاية ما تاخدش لون عشان أنا بعمل مكرونة بالوايت صوص، ما ينفعش الوايت صوص بتاعي يبقى لونه متغير بلون البصلة بالشكل ده كده. نبدأ نحط شوية زعتر. الطبيعي اتعلمنا لما نيجي نحمر بصل وبنعمل انواع من اطباق الباستا والمكرونه، دايما نحط مع البصلايه شويه زعتر علشان ريحه البصل وريحه الثوم، ما يبقاش المطبخ ريحته بصل ولا الشقه ريحتها بصل. جوزك يبقى داخل من بره كده يقول لك ايه ريحه البصل؟ لا خالص، بمجرد ما تحط شويه زعتر على البصلايه وهي بتتحمر ما فيش ريحه للبصل خالص. اهو زي ما انا هعمل دلوقتي كده. الزعتر فين يا عم الشيف؟ حلو قوي. اه تمام الحمد لله. اه ده الزعتر. انا دايما بحب الزعتر، خاصه الزعتر اليابس المطحون مع تحمير البصله كده، انا بشم ريحه الزعتر مفيش ريحه لا بصل ولا توم، ولكن لما تاكل الطعم هتلاقي طعم بصل وتوم، الريحه مفيش، دي معادله يعني. اه ننزل بالمشروم بتاعنا. كحك العروسه بقى غير كحك العيد، بيتعمل ويتخدم كويس، وخاصة لو أهل العروسة بتعمله أو أهل العريس، عشان ما يقولكش إيه ده دول بخلاء. لازم نكتر السمنة البلدي، ولازم نستخدم دقيق نوعية كويسة وفليفر حلو، ونجيب ريحة الكحك ونسخي عليه كده عشان يبقى الكحك ده يتنه قاعد معانا طول شهر العسل. كل ما ناكله نفتكر طعم إيد حماتي، كل ما ناكله نفتكر طعم إيد ماما. مشروم على النار مع بصلة وتومة، والطعم هنا أو المادة الدهنية معلقة زبدة أو زيت زيتون، حمصناهم كده زي الفل. مشروم جاهز. التحميصه دي حلوه. اه بنزل بالوايت صوص بتاعي يا ويلي. حلوه قوي. تمام معانا تاني البشاميل ده اتعمل ازاي؟ دقيق زبده حليب. ده مستني المكرونه تستوي نص سوا، باخد شويه من سلق المكرونه الميه، وبسقط المكرونه في قلب الصلصه دي تكمل سواها. معايا جبنه بنزل بقى هنا. اه شفتوا الجبنه اللي نزلت دي كده؟ حسب الجبنه اللي بتحبوها. في جبنه مطبوخه شيدر، في جبنه بطعم البارميزان، في جبنه بطعم الرومي، جبن مطبوخه كتير في السوبر ماركت. بتجيبيها بتستخدميها مع الوايت صوص ده كده، زي ما انا استخدمتها دلوقتي، فواحت هنا اهو زي الفل. حلو قوي. اخبار المكرونه ايه؟ نبص عليها كده. اللهم صل على النبي. راحت فين المكرونه يا شفيق؟ نزلت تحت او ساحر الشيف. بس خلاص هي تستوي شويه، بعد ما بتستوي بشيلها بالمصفى كده واسقطها على الصوص بتاعنا. مكرونه جميله. زيت ميه بتغلي شويه ملح. واسيبها تكمل سواها. ايه الجمال ده؟ شايفين المكرونه؟ طبعا لما شلتها بالميه بشويه ميه يعني، انا ونصيبي بقى الميه اللي طلعت معاها، وتكمل سواها مع الصلصه دي كده. انا ضد مدرسه ان احنا نسلق مكرونه سوى كامل ونحط عليها اي نوع صوص، بولونيز، وايت صوص، الريد صوص، المشروم صوص. لا، خلي المكرونه تكمل سواها جوه مدرسه الطهي، جوه مدرسه الصلصه، سواء مشروم، سواء لحمه مفرومه، سواء فراخ، زي ما انت حبقاها. احتاجت شويه ميه ما تجيبيش من البراد، احتاجت شويه ميه ما تجيبيش من الحنفيه. منين يا عم الشيف سلق المكرونه؟ اه 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 خلص الكلام. يا نعم. نطلع فاصل؟ يلا. أنا عايزك تطلع فاصل يا شفيق وأنت مبدع، وتجيب شكل المكرونة هي هايصة كده مع المشروم والوايت صوص، وجبة كاملة متكاملة. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. إيه الجمال والحلاوة دي؟ جاهزة؟ يلا نغرفها مع بعض؟ ونبص عليها كده واحنا شغالين في الفطاير.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الحاجات دي من هنا ونوسع لنفسينا كده. انا بوسع الدنيا عشان حضراتكم تشوفوا الصوره الحلوه كالعاده. حلو، اجيب طبق كده اغرف المكرونه عشان مخرجنا الجميل عايز يشوف احلى طبق مكرونه بالمشرق. اللي يقول لك انا معايا مثلا مشكله مع اللحوم، لا دي مكرونه اهي بمشروم لطيفه وحلوه، الطعم والفليفر مشروم وايت صوص. اللهم صل على النبي. يلا يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. يا ويلي، انك تحط ريحان، تحط روزماري، تحط زعتر، ده اختياري، بس ما تنسيش حاجه، انا حاطط زعتر في تحمير البصله، فهنا الزعتر في الفليفر بتاعي، ولكن ده ما يمنعش رشه بقدونس حلوه، رشه ريحان اخضر طازه فريش على وش المكرونه كده بالشكل ده كده. وده خاصه لو كانت بالجبنه. الله، الف هنا وشفا للي ياكل. نكمل موضوع الفطاير واحنا مع بعض. حشوة مربى في زيت على النار بيسخن في الطاسة، هنبدأ نحمر الفطاير مع بعض. اللهم صل على النبي. حلقتنا النهاردة بسيطة جدا، ماتيريال بتاعنا 3 تعريفة، ولكن الخبرة الطهوية والفكر الطهوي لا يقدر بالمال. عملنا مافن كبد الفراخ بدبس الرمان، عملنا فطاير لطيفة حلوة العجينة جوه البيت حشناها مربى حسب رغبة ولادك، برتقان فراولة زي ما انت عايزة، تين تبقى لطيفة. عملنا طبق مكرونة، وجبة غذائية متكاملة من البروتين والنشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في الطبق، وخاصة كمان الوايت صوص اللطيف الحلو اللي الأولاد بيحبوه. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.